السلام عليكم الشباب، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم هي غادي نبداو في هذه القناه هذه ان شاء الله. كاين هي فري تو بلاي الدراري. عندنا واحد الجيم اللي هي عجبتني تنقصرها انا حاليا، وفيها صراحه فيه الايرنينغ. انا الا بغيت انكم تبداو تخرجوا منها تقدروا تضربوا منها 3 ل 4 دولار في النهار، تقدروا توصلوا حتى ل 5 على حسب. انا دابا هي تنطور في الكاركتر. المهم سميتها نورما انمي تالنت، كاينه في الاندرويد وكاينه في البي سي. هذه ديال داكشي ديال الطبخ ديال الشينوا، اوكي كوريا والى اخره. كيعطيكم تبداو طيبو وتعطيو للناس. وهنا اخترت تختار الشخصيه ديالك اللي تبقى تقصر بها. كاين اوبن سي، كنظن اوبن سي ما شفتش انا واش كاين اوبن سي ولا ما كاينش. نورمال مي تايلاند اوفيسيال مي اوفيسيال، نشوفو شنو اللي كيتباع في اوبن سي. يس كيبيعوا لك الكاركتيرات، هادشي اللي خصو يتعرض عندي في البيسي باش كلشي يبان. المهم ما عليناش، هادشي دابا ندخلو نشوفوه من بعد. عندنا نورمالي فريند، يمكن لك انك تصيفط للدراري. وعندنا هنا اللي هي الجرام اللي غادي تحولها ل التوكن ديال اما داك اليو اس دي ولا. انا غادي نشوفو كاع كلشي. هادي هي اللي كتربح انت في الجيم. كل سهل سهل هادشي هادي سهل باش تربحها. ومينيموم ديال الويد دراو ديالها باش تخرج هي 200 حبه، وماكس هي 300. اوكي الشباب هادشي كاع كلشي راه ساهل. حنا غادي نشوفو كاع كلشي. هنا هادي تتحولها لهاد الجرام، اوكي. وهنا هادي هي الواط اللي هي اسكرا. هنا شنو عندنا؟ هنا البارتنر، اوكي الاخوان. هنا لو بغيتي انك دير اكشانج غادي نمشيو لهنايا. مثلا عندنا مثلا عندنا مثلا عندنا 200، تعطينا هنا 200 غرام. 200 غرام، هاد 200 غرام غتعطينا بشي 3 دولار. حنا غادي نشوفوها دابا نيت. نمشيو لهنا، اوكي ها هي هنايا. هادي هي الواجهة ديالها. هنايا كاع كلشي تعطيكم معلومات على الموقع. انا بغيت نشارك معكم هاد لابليكاسيون هاد الجيم هادي اللي هي فري تو بلاي الدراري. هنا خلاص الوايت بيبر، الا بغيتي انك تدخل الوايت بيبر تقرا ديروها عربية. هنا مرحبا انه اللي شرف علي مسؤولية كبيرة كذا، تتقراو نتوما هادشي هذا. انا ما غاديش نطول باش ما نطولش في الفيديو. اما اللاعبين تجوز الحدود لاعب بلوكشين الحالي لتحسين الخدمات. الناس اللي عارفينني دابا نحط لكم فيديو في القناه الاولى باش تدوزوا لهاد القناه ديال الناس اللي بغاو انهم يدوزوا الارباح ديال الفري تو بلاي. الشباب امكانيات هذه مع الجبال في حين الالعاب مختلفه. المهم ندوزوا الملخص. هنا الاخوان فاش كتسجل كيعطيوكم تبداو من الزيرو، فهمتي؟ كتبقى تربح داكشي ديال الارباح. وهذا حنا غادي ندوزو له دابا شويه فاش غادي نساليو الشرح هذا النظام. الى بالك تشغيل مطعم من خلال تعليم وصفة الطبخ. هذه هي القيمه، هو فسرها لك هنايا كاع كامله، تفسرات لك هنا في الجمله هذه. عندنا هنا كوكين، يمكن للاعبين نقرا او السحب واسقاط مكونات المعدات للطهي. هكا كتكون المطبخ نتا كيجيو عندك بحال هكا الزبائن وكذا، وكيعطيوك انك تعطيهم واحد الاكله، وخصك انك تكون نتا وبالوقت تكون موجدتي وتعطيها لهم بالوقت. انا هاد القيمات اللي تكونوا فري تو بلاي الدراري راكم عارفين اللي تيكون فيهم الارباح تنبارطاجيهم معكم. النظام اوكي انا بقيت رجعت اللور ياك. يس الابجريد، اوبغريد هنا كيعطيوكم كي غادي دير اوبغريد يا شباب باش انك تبقى تربح اكثر. تعطيوكم اوبغريد هنايا. انا غادي نفسر لكم كاع كلشي القيمه، انا راني فاهمها وحافظها وكلشي. المهم هنا هادو الطاقه ضروري كيعطيوكم 100 في الطاقه، وكل كل ميسيون هي كل مرتبه كيعطيوكم تاخذوا من 7 حتى ل 11. هنا هادو هما الارباح اللي كتربح انت من دخلت لك يخلصوك الزبائن باش كدير ابجريد. وهذه هي العمله اللي انك الا جبتي 3 ديال النجمات كيعطوكم 3 ديال الحبات في كل ماتش. وهذا القلب
اللي هو كيعطيكم واحد الترقية لواحد باش تفتح واحد الجيفت. هنا نورمال هي الوضع العادي، هذا الوضع القصر ديال 27 في النورمال، هي تدير المطاعم. هنا كيخصك تكبر المطاعم ديالك الدراري، اللي هي كيعطيكم واحد صغير كتبقى غادي معاه مع المدة والى اخره، كيعطيكم كتبقى تطور فيه، كتبقى تحل المطاعم بزاف. كل ما كتحل المطاعم بزاف كيتزادوا الارباح ديالك. الناس اللي بغاو يخرجوا راه ساهله، النهار الاولى بدا تخرج فيه فلوس الاخوان. هذا تيجيك تيعطيك بلا ما نزرب عليكم دابا، بلا ما نحرق لكم المراحل. المهم الوايت بيبر راه باينه، حيدوا علينا هادشي. هذا غادي نمشيو اكشانج نشوفوا واش يدونا شي بلاصه اخرى. المهم ما عليناش، عين نوقفوا الفيديو واحد دقيقه. كما قلنا لكم الشباب، هذيك توكن اللي هي هي هذه كيندي توكن، يعني نشوف واش تبان باش نتاكدوا منها. انا متاكد باللي هي كما شنا، هذه هي هذه بحال نديروا الجرام. الجرام هي اللي باينه هنا، الاي اس دي تي ولا الاي او اس دي تي. هنايا غادي نديرو مثلا، عندنا الكلاي هنايا عطاتنا 200 حبه الشباب، اللي هي 200 حبه. شحال عطاتنا د الكلاي؟ عطاتنا 123 اللي هي 18 دولار. اوكي رانا نديرو هاي هادي هي 200 حبة. 200 حبة عطاتنا 4.7، هي تقريبا نقول 5 دولار. 5 دولار 200 حبة. دابا نتوما تقولوا كيفاش اخويا غادي دي. انا غادي تسجل بواحد الايميل اللي هو باش غادي تسجل بيه في اللعبه. اوكي الشباب نوقفوا هنايا. الى جينا نشوفوا هنا، الى جينا نشوفوا الادريس، غادي نلقاو فيها 0161، وانا متاكدش واش نفس الايميل اللي درت في هذا. المهم الشرح ديال التوكن باش تحولوه باش هذا راه باين. غادي نمشيو دابا للجيم باش نشوفوا كي غادي نديرو نربحو حنا هاد التوكن هذا. خويا الصباح وانت كتشرح لينا ما فاهمين تقليه، اجي نوريكم كي غاديرو تربحو هاد التوكن هذا. انا مبغيتش ندخل البي سي وعاد نطلع صارجيه في المحاكي والى اخره. المهم انتم ما تشوفوا شحال نكون انا جمعت ديال التوكن، ولكني انا ما خرجتش، فهمت؟ بغيت انا نخرجها حتى نطور باش كنزيد شويه اوبغريد للقدام. هي كتعطل شويه في الدخله. المهم هذه هي الواجهه ديال الجيم. انا غير دابا راه كانت عندي شي 90 عاوتاني خسرتها. هنا تعطيكم عن نقصوا الاخوان الموسيقى. هنا بغيتي انك تفرج فيديوهات كتربح عليهم شي حاجه. هنا عندنا الايفنت اللي هي شي حاجه قالك تدير ب 5 ديال هاد اللعيبات اللي هي بونيس كيعطيوها لكم. ودي ديال واحد سبين ديال واحد التقميره. هنا كيعطيكم 240 اللي هي ب 10 دولار. هادشي ما عندنا ما نديرو به. هنا كيعطيكم واحد لي ميسيو اللي دوزتيهم، كيعطيكم عليهم واحد التيكيت. هادي 3 ديال التيكيت، هادي 3 ديال التوكنات، بغيتي انك تفينيها ب5. نكملو هنايا. نتوما باش غادي يبداو ليكم، غيبداو ليكم من هادي هي الاولى كاع اللي هي هادي. انا غادي راجع فيها 3 ديال النجمات، غندخلو باش نشوفوها. نتوما ضربوا معايا من 16 30، ضربوا 30 في 3 اللي هي دغيا غادي تجيبها. كيعطيكم في الانيرجي ديالكم، في الانيرجي اللي كيعطيكم اللي هي 100. كل ميسيو كتدخل كتلعبو تيعطيو تياخذوا منك من 6 حتى 11 على حساب الليفل اللي طلعتي فيه. ضربوا من 3 ديال هاد، كل 3 نجمات كتاخذ عليها 3 ديال هاد اللعيبات، هاد المصاصات تاخذ عليها 3 ديال المصاصات. من هنا حتى 30
هي 30 في 3 اللي هي 300. هانتوما ضربوا معايا 300 في هذه، هاي احنا جمعنا دابا 300 اللي عطاتنا 5 دولار، نضربوا مع جوج اللي هي 7 دولار. 7 دولار نجي عاوتاني للتانية، كاين اللي ما غاديش تجيب فيها. هادي 35، هادي 35 نزيدو عليها مثلا، نزيدو حتى هي 7 دولار في 7 دولار، اوكي الدراري ها 14 دولار. ما عطاك حتى شي واحد الدراري، بلا ما يكذب عليكم شي واحد يقول لكم شي حاجة. هادي فري تو بلاي، دخل خسر اخويا وربح موراها من الاخر. ما كاينش شي واحد انه يجي يكذب عليك ولا يجي يلعبها يقول لك لا واه كاين الارباح، ما كاين الناس اللي مثلا تخدم مثلا. خلاص هنا الناس اللي بغات تشوبي ما عندنا ما نديروه في الشوب حنايا. هنا من بعد داكشي هنايا تعطيوكم فاش غادي تجمع 200 الدراري. هي هذيك نفس الورطة، هي عندنا 0 1 61، شتو 0 1 61. انا لو انا نسيفطو هاد الشيء هذا مثلا، غادي نجيو نديرو شحال عندنا، عندنا 25 28، ها 28 غادي نديرو لها كوسند. غادي يقول لك ليفل ماستر ليفل ساك، ولكن خصك توصل ليفل 200 ديال توكن الشباب. المهم هنا كتبقى غادي كتفتح، هنا فاش كتجي انك تفتح شي واحد تتفتحو ب 30، 30 من العملة ديالو. وانتوما من 30 غادي تكون ربحتي، بعدا كاين واحد ال200، كل واحد تربح فيه 200 200 200. داك الاوبجريد بقات تاوبجريدي بشويه بشويه. الطريقه ديال الخدمه الدراري راه ساهله. احنا نجيو لهنايا نبركو على هذا، هذا اللي عندي انا راه شويه صعيب. ها انت لو جبت 3 ديال النجمات كعطاوكم 3 ديال التعاقل، وكانت عندي 28 في داك المستصف. انا قلت لكم حافظه هادي صافي، ساهله ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. هذاك هذا غليظ كياكل 3 في ضربه. اوكي الشباب خصك ترجع تعطيه هادي وتدير له هادي وتحطو هاد العود، كيخصك تزرب فهمتي، وراه إلا تعطيتي غتجيبها في راسك مع الوقت. شنو طلبات لينا هادي؟ طلبات لينا هادي وهادي وهادي وهادي. اوكي ويلي تحرقات اصاحبي ما شتهاش. هادي طلبات لينا هادي 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 هادي. اوكي راني هادي عطيو هذا سير الحاجة اللي عطيها لك. هذا كيجي كيعاونك فهمتي، شي حاجة اللي كانت خاسرة عندك ولا شي لعيبة تعطيها هذا وعمر عليه عمر عليه كيخلص هذا كيمشي بحال هكا. اوكي تخصك شوية تكون خفيف وصافي. هنا تعطيكم راه عندي 11 لواحد غادي يجي، 11 من الزبائن اللي غادي يجي. هادو تيديو جوج بحال بحال، غادي نديرو هادي مع هادي مع هادي ونعطيو هادي عاوتاني، غادي نعطيو هادي نفس الديكور غادي تعاود نعطيو له هادي مع هادي. لا غلطت هنا ماشي مشكل، دير هذا زيد لي هذا عطي لي هذا يمشي بحالو. هادي هادي هذا عاوتاني جا غيدي 3 عاوتاني غير حمقنا. هذا كليان مزيان ياك، مشى الوقت ما عندنا ما نديرو. المهم ضربنا جوج ديال النجمات اللي هي عندنا جوج ديال جوج ديال المصاصات اللي ربحنا. القضية ديال الأوبجريد الدراري اللي هي هادي أوبجريد، اللي هي هادي باش كتجي أنك تأوبجريدي شي حاجة تتخلص عليها من الطوق اللي ربحتي اللي هو المصاصات والعملة اللي كتربح مع عند الزبائن. هنا تيقول لك إذا درتي أوبجريد كيتزاد لك البري ديال هاد الكاس، مثلا كان ب 10 10 دولار بحال هكايا ديالهم هما غيولي ب 18. هنا كيوليو من واحد تيوليو جوج،
هنا الوقت اللي هو اكس تايم كيبقى يتزاد لك التيم ديال التايم ديال السيكوند ديالو، مثلا كان في 5 سيكوند ولا 10 غيولي بجوج ولا ثلاثة. هنا كل حاجة الدراري راه باينة بلا ما نشرحها لكم بزاف، نتوما غتدخلوا غادي تقصروها، غادي تعجبكم الجيم من الاخر. انا يعني قلت لكم من بعد تجمعوا 200 حبة ديروا لها واد الدرا وخرجوها. هادشي اللي كاين في هذا الفيديو راني طولت فيه بزاف الدراري، ربع ساعة وانا تنهضر. تلقاوش فيديو واحد اخر ان شاء الله في شي فري تو بلاي مرة اخرى عاوتاني. تهلاو.